ورا بعض واقفين بالألوف، عاملين صفوف متشبكين ومفرطين زي الحروف. فينا كل واحد خد له دور، وفي الطابور عاقل ورا طايش وجنبه فيلسوف. أيامنا دور شطرنج عمال يتلعب، ولا مننا بنغلب ولا احنا بنتغلب. أيامنا دور شطرنج عمال يتلعب، ولا مننا بنغلب ولا احنا بنتغلب. مكسب خسارة نتيجة عمالة تتقلب، واللعبة واضحة باختصار بين الكبار وبين الصغار. في قطر ودم وضرب نار، وفي حصان اسود ما بين الناحيتين، ينفع يعدل او يغير في المسار. مش عيب تخاف من الموت، العيب تموت من الخوف. طبيعي سنة الحياة، ألف اتجاه وجهات نظر دغري ومشيها على عمى. واحد رجع والتاني تاه، ويا اللي تاه شوف مين تفرقه ومين ناوي تكمل معاه. مشهد مكرر بينا والظاهر قدم، صح وغلط باطل بحق بيتصدم. بيتحذر كل لما كان بيتردم، ضمير صحي وضمير موافق يتعدم. سيناريو كان مفتوح واللعب على المكشوف. اللعبة واضحة باختصار بين الكبار وبين الصغار. في أو يغير في المسار. مش عيب تخاف من الموت، العيب تموت من الخوف. أقول لك يا تربو، مش ملاحظ حاجة غريبة في اللي حصل ده؟ حاجة زي ايه؟ مش يمكن الناس اللي عملوا كده عايزيننا احنا اللي نوصل لهم؟ ما انت عارفاني انا ماليش في العوأ، وبصراحة الواد ما حاولش حتى، ده انا فضلت اسحلبه وادحلبه لحد ما رضي يقعد معاه شوية. عشان كده الاشكال اللي زيك ما تملاش عينيه. لا تعايرني ولا عايرك، الهم طايرني وطايرك. اتلمي يا بنت اللي ارميكي بره واخلص من خلقتك العكرة. لا كان باين طبعا انك بتفوت في الحديد، بقى مرت ما انت كنت هتعلق الرمان على عم مدبولي ورجالته. كان باين. لا لا لا، انت فهمت غلط. اصل عم مدبولي ده هيبقى ابو نسب، انا ما رضيتش اخضر بيه هو ورجالته. يعني معقوله يعني اخلي شاديه تتهدم بسرعه كده؟ نظره مستقبليه يعني. يعني ايه الشيف؟ يعني لو مش مريحك نظامي واسلوبي في حياتي، اعملي حساب حضرتك ان انا من بكره ماشي وسايب لك البيت وهريحك من القلق كله. في ايه؟ ما تثبت. ده احنا ياما دقت على راس طبول. ايوه فتحي، بس المره دي الدقه هيكون جامد قوي قوي. بص يا تربو، انا المزرعه دي هخشها وهجيب عليها واطيها وادور في هواها وترابها،
لغاية ما الاقي كارما، حتى لو كانت تمن حياتي. اكتمي اكتمي، مش انت الموزة بتاعت فتحي؟ انا فاكرك. يا ترى انت فاكراني ولا نسيتيني؟ النمرة اللي عملتها معاكي تخليكي ما تنسينيش عمرك. لكن بكلمك بجد، ايه رايك نكبس الليله ونخلص؟ جرى يا فتحي، احنا من امتى بنخلص يوم المعاينه؟ بقول لك ايه، اسمعني، مش عايز حرقتك على كارما تخليك تتسرع. لازم تهدى خالص يا فتحي عشان تعرف تفكر، ونخلص العمليه دي على نظافه. عندك حق، خصوصا اللي هيدفع الثمن حد مالوش اي ذنب في اللي بيحصل ده. كل ذنبه انه قرب مني وحبني. خلاص، يبقى نمشي دلوقتي ونرجع تاني يا فتحي. عندك حق، وزي ما بيقولوا، اللي يظبط الحسابات في الهنا يبات. يعني انتوا اللي جبتوني من المستشفى لهنا؟ مش بس كده، احنا جبناك وعالجناك بعد ما كنت مرمي في المستشفى المنيل على عينه ده. لا انت حي ولا ميت. مش بس كده، لو كنت انت صحيت في المستشفى حبل المشنقه كان مستنيك يا عنتيل. تصدق بايه؟ انا اول ما شفتك ارتحت لك، وبعد ما عرفت اللي انت عملته معايا انا حبيتك وبحبك وححبك على طول. ان شاء الله جميلك ده في رقبتي واردهولك في المناسبات السعيده. هنشوف يا غنيم اذا كنت هتبقى قد كلامك وتنفذ، ولا هيطلع كلام في الهوا. ده انا بعد ما شفتكم والهوا جه سوا، الكبير بس يشاور ويشوف انا هعمل ايه. جامد انت يا غنيم، جامد. واسوي الهوايل، بس انت اديني فرصتي. خايف تطلع خايب زي سراج اللي ضيع عليا فرصه ذهبيه وبعد كده بوظ نفسه. سراج مين ده؟ لا مؤاخذه، ده راجل قضى عمره قاعد في مكتبه في التكييف يبيع ناجف وأباليك، وفي وقت فراغه يشتغل مشاهلات، يلبس طاقيه ده لده، وياخد العموله وهو قاعد يهوي. لا مؤاخذه على يلا بلاش عشان الأمراية. لكن انت حاجة تانية طبعا يا غنيم. محسوبك مخربش، جنابك كوت بنار البرش ونوم للصفة. انا أمراية عصرت الدنيا وعصرتني، وشربت نارها ومرها، لا عمري خفت ولا كشيت ولا جبت وراها. انت شاعر يا غنيم. امال محسوبك بتاع كله؟ انا مش غاوي قاعدة تكييف وتفخيد، انا بنفذ بايديا وافوت في الحديد. ان شاء الله ترميني في النار هتلاقيني بسد. طيب، زي ما قالت جوليا، نجربك ونشوف، والميه تكذب الغطار يا عنتيل. كارما جاهزة في العمليات يا دكتور. اوكي اوكي. طيب انا بعتذر لانه عندي شغل ضروري، شوفك بعدين نقعد قعدة جميلة زي دي، تتعود ان شاء الله، ما انت خلاص بقيت مننا وفينا. باسل، شوف اوضة كده من اجمل الاوض اللي عندنا، عشان هو هيفضل قاعد معانا. يو هاف تو تيك كير اوف هيم. اوكي، دونت فورجيت. اوكي، يلا يلا يا جوليا. تشاو تشاو. سيو. وماله يا مرايا؟ هو دكتور بجد؟ هو فعلا دكتور. تصدق انا اول ما شفته وحسيت انه دكتور، ومش اي دكتور، لا دكتور أمراض نزهة.
وتوليد وقت اللزوم. يلا اوصلك لاوضتك. طب استنى يا عمتي، ايه عايزك توصيلي على شويه خيارات كده تطلع على اوضتي عشان محسوبك العنتيل حايح على الاخر، واكتب لك شويه حاجات تجاهلك جابها لي. انا وراك. يعني زي ما رحنا زي ما رجعنا. جاري يا عم فتحي، انت مش قلت ان مراتك مخطوفه جوه؟ ولا انت يعني حسيت ان ده كمين ومش هتلاقيها فيه ولا ايه؟ انت عملت اللي عليك يا باجت، سيب الباقي علينا احنا بقى. اللي جاي خطر وانت مالكش فيه، وانا زي ما وعدتك بالظبط هرتب لك امورك واظبط لك حالك، بس بعد ما افهم اللي انا فيه. بس انا ليه خدمه تانيه عندك، معلش هتقل عليك. لا طبعا لو اقدر مش هتاخر. انت عايز انا وتربو نقعد عندك كام يوم في العوامه لغايه يعني ما نرتب امورنا؟ يا سلام، ده العوامه وصاحب العوامه والسمك اللي ماشي تحت العوامه تحت امركم طبعا. رجوله يا باشا، هو ده العشاء بقى. عايش تعملها. يلا تربو قوم طلع على العوامه. اخبار غنيم ايه؟ سكناه في مكان كويس ووصيت الرجاله عيونهم تبقى عليه. جريت. بس شكل غنيم ده واحد مزعج قوي. ايوه ده المطلوب، مطلوب انه يبقى شكله مزعج. عفريت العلبة زي ما انا بقول، نسلطه على اي حد في الوقت اللي احنا نحدده. لما يخلص مهمته شت نمشيه. كارما ترجع لمكانها عشان تستقبل عريس. هيا باسل، اخبار نورهاني دي بايه؟ كويسه ومطمن لنا قوي. انا ما بيهمنيش تبقى مطمنه، انا بيهمني انها تفضل تحس انها محتاجه لنا وما تقدرش تستغنى عننا ابدا. وعشان تفضل محتاجه لنا وما تستغناش عننا لازم يبقى حواليها خطر وقلق طول الوقت، وتبقى انت يا حبيبي الملاك الحارس بتاعها كده ولا لا؟ روح قلبي. تعجبيني وانت فاهماني وعارفه ايه اللي في دماغي وايه اللي انا بخطط له، مش كده؟ كده. هي عموما مستنيك بكره يا دكتور عشان تمضي معاها الوعود. ايوه صح، الميعاد مهم قوي، بس لازم تسبقوا حركه صغيره عشان نورهان الديب تبقى زي الخاتم في صباحي.
حلاوتك يا امرايا، كانت الليله تكمل لو موزه زيك بتأنسني الليله دي في الاوضه بتاعتي، شاركني الازازه وال يا ترى اوضتك فين فيهم يا مرايا؟ دي ولا دي ولا ديك؟ يمكن ايه؟ دور على حاجه؟ بيت الراحه، الكنيف لا مؤاخذه، الحمام زي ما بتقولوا عليه. اخلط طلع شمال. وانا احب الشمال قوي. ممكن توسع يا اخ؟ بيحصل معايا ده كابوس، مستحيل اللي بيحصل معايا ده يكون حقيقة، مستحيل يكون حقيقة. ليه يا رب يتعب معايا كده؟ ليه يا رب يتعب معايا كده؟ ما عملتش حاجة يا رب، يا رب خرجني من الكابوس اللي أنا فيه ده يا رب، يا رب خرجني من اللي أنا فيه ده يا رب. يا رب صباح الخير يا فاروق. فاروق ايه هلا؟ خش اغسل وشك وهندم نفسك كده يعني، بدل ما تقعد قدامك ايدك المكعبله دي. طبعا عاوزني اقوم عشان انت تخلص على الفطار وتسوح. انا بقى كل حبيبي من سكوات، واسكت بقى خالص، ما تسمعنيش صوتك ما دامك اللي يلطش ده. ماشي. بقول لك ايه؟ انا عديت على مشيره امبارح. يا برودك يا اخي، وجاي تقول لي دلوقتي؟ طب انا رجعت امبارح متاخر جدا ولقيتك نايم، الحق عليا بقى اني ما حبيتش اقلقك يا عجوز. عجوز في عينك، انا اصبى منك يا ولد. قول لي بقى، شفت ولادك؟ لا. لا. امال رحت هناك عملت ايه؟ عملت اللي حضرتك طلبته مني. قلت لها عاوزين نشوف العيال، هاتيهم، هتجيبهم بكره على فكره، او مش بكره الجمعه؟ اه بس كده هتجيبهم بكره ويقضوا معانا اليوم كله. ولو ما جبتهمش بقى هنعمل ايه؟ ما تجيب قطمه من اللي اوجع ايدك. اوعى اوعى. ماشي. لو ما جبتهمش بقى هطلع عين اللي جابوها. تعدل في الكلام؟ انا اسف، مع احترامنا طبعا لعمتي، بس اوعدك هخليها تلف حوالين نفسها عشان تشوف العيال. بس هي هتجيبهم. مشيرة أذكى إنها تدور على مشاكل معايا. عرفاني مجنون. خالد. ها؟ بكرة الجمعة يا ابني أجازتك. حاول تقعد مع أولادك أطول فترة ممكنة. هو اللي بيشتغل شغلانتنا دي بيعرف الراحة يا عم فاروق. عايزك تسمع الكلام من سكات يا سيزفت أنت. ولا عايز بقى أولادك ينسوك ويحسوا إن أبوهم الحقيقي هو جوز أمهم؟ وانت ولا لك اي لازمه، ميت بالحياه. بالراحه عليا شويه يا عم فاروق. البعد يا ابني بيعلم الاسيه، وانا مش عايزك تبعد عن عيالك عشان لما تكبر هيردوها لك وهيقسوا عليك زي ما انت قسيت عليهم وهم صغيرين. قربهم منك، الصاحب يا اخي زي ما لو انت كده صحاب طول عمرنا ومتنايلين على بعض قاعدين في قرابيس بعض. الله يخرب بيت صحبتك اللي جابتنا ورا دي يا اخي. ماشي يا صاحبي، والله انتيني انت. يلا يا حبيبي، يلا يا حبيبي روح روق نفسك بقى. يلا مش طايق. حلاوتك دي، حلاوتك دي. خلاص بقى، خلاص بقى، انعكست لي شعري يا ولد، انعكست لي شعري. يا ساتر يا ساتر على ده عيل. ايه ده؟ اقول ايه بس؟ ربنا ما يحرمني منك يا ابني، ولا يحرمك من ولادك. عال قوي 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 قوي. اللي يشوف سعادتك دلوقتي ما يشوفكش لما كنت متدغدغ ومتضحضح. بطل السيره دي عشان بتحرق دم يا مختار، وقلت لك 100 مره. يا باشا سعادتك لازم تقف على رجليك وترد القلم اللي انت خدته ده قلمين. هيحصل. هيحصل يا مختار وقريب قوي. شكري الباشا زي الجمل بيخزن، ما يسيبش حقه ابدا. هيجي الوقت المناسب واضرب ضربتي واخد حقي تالت ومتلت. الله عليك. ده مين اللي جاي دلوقتي ده؟ دي بسمة. اهلا اهلا يا بسمة، تعالي يا حبيبتي تعالي.
أول ما عرفت اللي حصل قلت لازم أجي أطمن عليك. سلامتك. الله يسلمك. لا لا لا، روح أنت دلوقتي يا مختار. يلا. هسيب سعادتك في الظرف ده إزاي؟ بطل استعباط يا مختار، يلا بقى. حاضر. حضرتك تمرني بحاجة؟ لا متشكر يا مختار. فرصة سعيدة يا صاروخ. ها يا بسمة، إيه الأخبار يا حبيبتي؟ عرفت من برهان في ساعة صفا كده إن في مندوب من الجماعة اللي برا موجود هنا في مصر بياخد منه التعليمات. أنا كنت حاسس بكده برضو. طيب ما عرفتيش اسم المندوب ده إيه أو برهان بيقابله فين؟ لا الحقيقة لسه ما عرفتش، بس عادي يعني. زي ما عرفت ان هو موجود هنا في مصر اكيد هيجي الوقت واعرف هو موجود هنا بيعمل ايه واعرف عنه كل حاجه كمان. انت عارف برهان ما بيخبيش عني حاجه. برافو عليكي. بصي بقى يا بسمه، انا عايزك تجدعني وتجيبي لي كل التفاصيل في اقرب وقت ممكن. اوكي هيحصل، بس خد بالك انت اوعى برهان يحس ان انت عارف اي حاجه. اول حاجه هيعملها ان هو هيشك فيا انا. عيب عليكي، دي لعبتي من زمان. عارفه رانيا كانت سكرتيرة عامر الديب وكاتمة أسراره، كان بيشتغل عندي وتنقلي كل الأخبار ومحدش يدري بيها. فتحي انت عينيكي وحطي في بطنك بطيخة صيفي، انت بتشتغلي مع شكري الباشا. حاضر. صباح الخير يا راجل يا طيب. صباح الفل. ده ايه الزيارة العزيزة دي يا ست اللواء؟ اتفضل اتفضل. تشك تشكر جدا. اهلا اهلا. أنا عارف إني مقصر، بس أكيد أنت مقدر المشاغل والزحمة اللي أنا فيها. أكيد أكيد يا سيادة اللواء، وعارف مشاكلك. تحب تشرب إيه؟ لا لا ولا حاجة، خليك مستريح. لا لا لازم تشرب حاجة. والله جاي من البيت واكل وشارب وكله تمام. أنا قلت بس عدى أقعد معاك شوية قبل ما أروح الشغل. دي زيارتك دي يا سيادة اللواء قد الدنيا وما فيها. واللي بقى وطمني، أنت كويس مش ناقصك حاجة؟ الحمد لله فضل وعدل يا سيادة اللواء. يستاهل الحمد. بس اوعى تكون عايز حاجه ومكسوف مني. مستوره. وبعدين كفايه سؤال سيادتك عليا. والله صبرك ورضاك ده بيتضرب بيهم مثلا. ربنا يلهمنا يا سيدي نص صبرك ورضاك على اللي حصل لك. المكتوب مفيش منه هروب. اوعى سعادتك عارف ان انا اشتغلت في الداخليه مده كبيره وعارف كل الكلام اللي سيادتك قلته. انت خدمت بكل اخلاص مسيره طيبه الحمد لله، ومش كده وبس، وقدمت للبلد شهيد، وربنا هيجازيك خير على كل اللي انت عملته. امين. الا بالمناسبه ساره عامله ايه معاكم؟ اوعى تكون مقصره في حاجه. والله انا منبه عليها انها لازم تشتغل كويس عشان ترفع راسي قدام سيادتك، وقلت لها لو حصل اي حاجه تجي لك على طول. مقصره ايه بس؟ زي ما بيقولوا هذا الشبل من ذاك الاسد. بس انا بقى شهادتي مجروحه لانها زي بنتي بالظبط. دي هتفرح قوي لما اقولها على الكلام اللي قلته سيادتك. ان شاء الله. المهم هسيبك انا بقى عشان عندي اجتماع مهم جدا في الشغل. بدري يا سياده اللواء. اوعدك هاجي لك زياره ثانيه وهنقعد للصبح. ان شاء الله. وان شاء الله كده المره الجايه لازم تكون ساره موجوده عشان ترحب بيك زي انا ما برحب بيك. وايه كمان؟ هتشوفها وهتشوفك. وانت بتشوفها؟ اه طبعا. ده حتى لما بيكون عندها شغل بشوفها. لأنها عايشة جوايا. ربنا إن شاء الله هيكرمك. يلا عن اسمك. اتفضل. يلا سلام عليكم، وإن شاء الله لينا زيارة تانية بقى نقعد نرجب راحت. إن شاء الله. مع ألف سلامة يا سيادة اللواء. مع ألف سلامة. نورت سعادتك. شكرا. والله لما يجي المعاهد يا حبيبتي هقول لك واحكي لك على كل الكلام الحلو اللي بيتقال عليك. بس ربنا يهون ويجي المعاهد بقى. يا صباح الخير يلي معانا يلي معانا. صباح الخير يا ماما. صباح الفل يا روح قلبي. اختك اللي كعيه صحيت عشان تفطر؟ صحيت طبعا، بس انت عارفه بتتلكع قدام المرايه زي العاد. يا اختي يبقى مش هنخلص النهارده. بقولك ايه، ادي احس على ما اجيب الشاي بسرعه. يا رشا يا رشا خلاصي يا رشا. صباح الخير يا ماما. صباح الفل.
أنا مش فاهمة والله لازمتها إيه الوقفة اللي بالساعات دي يا ست إغمى اللي دوس أنت. يا بنتي بطلي تجعري على الصبح، خلاص هتنيل أفطر وبعدين أخش أظبط نفسي على رواقة. أنا مش فاهمة، هو إحنا مش كنا جوزناكي وخلصنا منك؟ خناقك مع رامز جوزك ده ما بيجيش إلا على دماغنا. أنا مش فاهمة دي شركة ولا كباريه عشان كل يوم تنزلي لنا بالمنظر ده. يا بنتي افهمي، أختك شغالة في أكبر شركة في مصر، يعني المظهر بالنسبة لي مهم جدا، ولا أنت فاكراني بتعامل مع مجرمين وسوابق زيك يا شاويش عطية؟ شاويش في عينك يا شيخة، طب اقعدي تسممي. هتفضلوا طول عمركوا كده نقر ونقير، مش هتبطلوا أبدا. طبعا ما انتوا مولودين في قروس بعض. سموا بسم الله. أنا لو أعرف إن البيت دي هتطلع كده كنت هعتلك عليها فطستها من بدري. اخصى عليك يا هبة، ليه بتقولي كده يا حبيبتي؟ وين اللي هي بركة اللي رشروشة حبيبة قلب ماما؟ والله يا ماما أنا لولا خاطرك ما كنتش دخلتها أوضتي، وكنت سبتها تنام هنا في الصالة. ده بيت بابا الله يرحمه، وماما ربنا يديها الصحة، وليا بقى فيه زيك وأكتر. وماله يا حبيبتي طبعا، بس الست مننا ملهاش إلا بيتها وجوزها. ما تقفلي بقى عصيرة دي، مش ناقصة حرق الدم على الصبح. بقولك ايه يا هبة، مفيش أي أخبار عن محاولة اغتيال نورهان الديب؟ لسه، ربنا يسهل، أدينا شغالين. عرفتي إنها خرجت من المستشفى؟ بجد؟ يعني كلها يومين ولا ثلاثة وترجع تقرفني في الشغل تاني بعد ما كنت مريحة ومأنتخة؟ طبعا، وانت بقى تعزي الأنتخة زي يعني. طبعا يا بنتي، أنا اللي زيي لازم تحط رجل على رجل، واللي هي عايزاه يجي لها لحد عندها، لكن الشقة والتعب بقى ليه ناس ويا حضرة الضابط. مش كده ولا ايه؟ طب اتلمي واتفحي وانت ساكت. ربنا ما يحرمكم من بعض يا بنات ابدا، ولا يحرمني منكم. ربنا يخليكي لينا يا ماما. بقول لك ايه يا هبه، هو مفيش اخبار عن رامز خالص؟ بقولك ايه، ما تقفلي بقى على السيره دي، وانا بقيت تقيل على قلبكم ما قلتوش طايقين عادتي معاكم. اخصى عليكي يا هبه، بجد اخصى عليكي يا بنتي، لو ما شلتكيش الارض اشيلك جوه عينيا. انا بس يعني كنت حابه اطمن عليكي. طمني على الاخر، انا زي الفل اهو قدامي. صباح الفل يا بابا. صباح الخير يا مجدي، اتفضل. صباح الخير يا طنط. صباح الخير يا مجدي يا حبيبي، اتفضل تعالى. صباح الفل. صباح الخير، ازيك يا مجدي؟ تمام والله يا حبيبي، ده انت حماتك بتحبك. بقول لك ايه، انا اقوم اعمل لك طبق اومليت سخن يستاهل بقى. ربنا يخليكي، والله لسه فاطر، والله ما قادر. ليه بس؟ انت هتعمل فيها مكسوف ولا ايه؟ الله، هو انا وشي كسوف؟ ما انت عارف. والله يا صفا ما تقلقيش. طب خلاص، ما تصبي له الشاي يا رشا. ماشي، كم معلقه سكر؟ معلقه واحده. ليه كده يا مجدي؟ على العموم احسن، وفرت في السكر. بنت، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ اخصى عليكي. معلش يا مجدي حبيبي، هي رشا كده نمكيه حبتين بس بتحب تهزر. لا ما تقلقيش، طب تخليها على راحتها. فين السكر؟ اتفضل. تسلمي. منور. لا الحمد لله، انت شكلك النهارده احسن كتير قوي يا نورهان. الحمد لله. تعرفي انا قلت اني مش هقوم منها. اعوذ بالله بعد الشر. ربنا قومني منها عشان خاطر عيونك انت يا سهى، ربنا يخليكي ليا. اقولك ايه اللي هيخليني ابقى كويسه قوي؟ ايه؟ ان انزل الشغل. شغل ايه وبتاع ايه؟ بصي لصحتك يا شيخ، الشركة دي مسؤولية كبيرة قوي، بابا وصاني عليها، ميسون المال فعلا لأصحابه، والموظفين دول حساهم جبل على كتافي. معاكي حق يا نورهان، بس برضو لازم تاخدي بالك من صحتك وتسمعي كلام الدكاترة. طالما انت بقى هتنزلي الشغل سيبيلي كنت حالاً تقعد معايا عشان ما اقعدش لوحدي. كده اهو، اتفضلي يا ستي، بقيت احبك اكتر مني. دي سهى دي حبيبة قلبي. ربنا يخليكي لينا يا حنان، انا لو ليا اخت فعلا ما كانتش هتقف جنبي زي ما انتي بتعملي كده. والله انت وجودكوا برضو في حياتي فارق معايا كتير قوي. طيب عايزه ايه بقى؟ ليه تقعدي في حته واحنا نقعد في حته؟ انتي وحدانيه واحنا ملناش حد.
نقعد مع بعض، ده في القرب دفى. صح، انتي تقعدي معانا ومش هتمشي خالص. مش همشي خالص. ايوه مش هتمشي خالص غصب عنك. طيب اقول لكم على حاجه، انا هروح البيت عشان اجيب شويه هدوم صغننين كده عشان اجي اقعد معاكم لغايه ما اطمن على مامي نورهان واطمن على سوا حبيبه قلبي وبعدين ابقى اروح. تجيبي هدوم؟ معلش مش هقدر افيدك في دي لولا فرق الطول، كنت قلت لك ولا الهدوم. شوفي بقى انت قلبك اسود والله يا مريم، كل شويه تفكريني كده. ايام ما كانوا بيتريقوا على طولنا واسرنا. الدكتور وصل هنا وعايز يقابل حضرتك. اخليه يدخل بسرعه يا امينه. فاكره 10 رايحه و10 جايه. طب خير يا مدام، هين اخبارنا ايه النهارده؟ الحمد لله الحمد لله. على فكرة ده ما بيطلعش إلا اللي جالين بداية. ما تقول مدام نورهان ان المقدم خالد الزيني عاوز يقابلها. معلش ممكن اشوف الكارنيه بتاع حضرتك؟ هي شغلانه بقى ولا ايه؟ معلش زياده تاكيد. ماشي. بس احفظه بقى وتبلغ صحابك كلهم. ها؟ يلا بقى خف نفسك وروح بلغ اللي مشغلك اني عايز اقابلها. يلا. ما احناش لاقين